وكأن مصيرهم التغريب الدائم والتنقل بين المنافي تطاردهم قوانين الحكومات الجائرة بينما تتاجر باسم قضيتهم إنهم الفلسطينيون ومنهم فلسطينيو العراق الذين تناقص عددهم من أكثر من خمسين ألفا قبل عام 2003 الى بضعه الاف يذوقون حاليا مراره الظلم الحكومي والتجاهل العالمي فبعد ان كانوا يعاملون كاهل الدار حولتهم حكومات الغزو الى غرباء حرموا ابسط الحقوق الممنوحه للاجئين تقول مفوضية حقوق الإنسان إن أكثر من 300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالجوع والتشرد بعد أن قطعت مفوضية اللاجئين بدلات الإيجار عنهم. أغلب هذه العائلات من العجزة وصغار السن والمرضى ولا معيل لهم. وبحسب شهادات فلسطينيين فإن مفوضية شؤون اللاجئين لم تعد تتلقى أي طلبات من الفلسطينيين ولا ترد على استفساراتهم لتتركهم عرضة للضياع والحاجة أنا ما عندي إمكانية أن أتعالج واليوم تفاجأنا باتصال المفوضية الظهر بيضطونا خبر بأنه قطعوا علينا الإيجار هذا عدل أنا بناشد المفوضية وبناشد لجنة حقوق الإنسان بسألهم هل يمكن للاجئ الفلسطيني انه يعيش بالعراق بهاي الاجواء في بلد كله شعبه اصلا شعبه بيعاني من الفقر شعبه بيعاني من الجوع والظلم واليوم تفاجئنا خابروا بنت المفوضيه قالوا انقطع عنك الاجار جنا بنتي بنت عندها اربع اطفال وزوجها وين بده يروح؟ احيين وين بدنا نروح؟ من ناشد اهل الغيره اهل اللي ال... بحبوا رب العالمين بحبوا عمل الخير ان ينقذونا والله محتاجين من قرار مفوضيه اللاجئين هذا جاء عقب عده قرارات حكوميه ضيقت على فلسطيني العراق مثل حجب البطاقه الغذائيه الشهريه عنهم وكذلك منع الحقوق التقاعديه للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته فضلا عن قرارات اخرى تتعلق بالطلاب والتنافس على الوظائف والخدمات وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين بعدما كانوا معفيين منها قبل الغزو الأمريكي التضييق على معيشة فلسطيني العراق ليست الوسيلة الوحيدة لتهجيرهم فلقد تعرض العديد منهم للاعتقال والخطف والاغتيال على يد الميليشيات التابعة لإيران عقب احتلال العراق حتى أجبر أغلبهم على مغادرته مكرهاً ولم يبقَ فيه إلا عائلات قليلة تتقاسم مع العراقيين ويلات الحكومات الفاسدة وأذى ميليشياتها